وذاك اليوم كان اكو حديث للسيد محمود المشهداني وتكلم فيما يتعلق بموضوع التصويت لرئاسه البرلمان لمرشح السيد رئيس البرلمان السابق، وممكن كركوك تكون جزء من الصفقه. اكو تاثيرات خارجيه، اكو تاثيرات دوليه، حتى القرار التركي قد يمثل طيب شيخ على بعض شيخ عزام، خلينا ننتقل لاستاذ مهدي. هاي عرفنا الاتفاق باكج مع رئاسه برلمان، وباكج مال عربي هو يذكر بان منصب المحافظ يجب ان يكون استحقاق المكون العربي. طيب بس هو باكج انتم متفقين ويا احد الاحزاب العربيه وماخذين بيها باكج ويا رئاسة البرلمان ويا الموصل ويا هلبها، هاي خلصت صح، خلصنا الحلقة. يلا في مالا هاي المحافظ كردي. لا أنا أقول لك يا ستي فاضلة، أنا أسأل سؤال مقابلها، يعني هل يا ترى ممكن المكون الكردي يمشي بكركوك بحده أو يقود كركوك بحده؟ ما ممكن. الاتفاق صار واضح. أنتوا راح تنطوا رئاسة المحافظة للمكون العربي السني، تاخذون المحافظة للاتحاد. أنا ذكرت الجنابش. تسكت العرب بتشرب منصب باقيين وخلصت. أكو اتفاقات معلنة وأكو اتفاقات غير معلنة. أنت يعني أنت جيبي مثلا الديمقراطي أقرب للأحزاب العربية أو الكتل العربية، من اللي قريب عليه كان؟ ممكن الاتحاد الوطني ايضا من تحرك، لا من داخل الشاه، من تحرك الاخوه في الاتحاد باعتبار احنا عندنا مصيرنا مشترك. زين كل طرف راح يتحرك على التحرك اللي يريده ويرتئي ويشوفه انه يعني يحصل متغير. خليني اقول راح اصير هالشكل، المحافظه من الاتحاد ورئاسه المحافظه من القياده. انت قسمتيها واعتقد هذا اللي راح يصير. اي المحافظه من الاتحاد ورئاسه من القياده وبقيه المناصب النائبين يتوزع. النائبين تاخذون انتم النائب الثاني. ممكن الاول ممكن عرف الرسال ما يقول استاذ حزام خلصت هي هاي. لا لازم نستخدم رئيس مجلس الصحافه من عندهم من اي رئيس قياده النواب. قصدي من الكلام ان كان مجلس محافظه وان كان محافظ. ستي الفاضله ما ممكن تهميش او العمل بالانفراد الان لانه ليس من صالح اي مكون موجود في كركوك للتحديات الموجودة، مو اعتباطا اكو تحديات صعبة عليهم.